تليتون تسمى الناس تونو تمني لاباس انتم تشوفوا هذا الفيديو هادي. بالنسبه للناس اللي اول مره تيتفرجوا فيا انا امي مو هذه قناتي ومرحبا بكم عندي. واذا جبتكم بيان سور ما تنساوش انكم تضغطوا على سابوني او سبسكرايب لتفعلوا الحساب الاحمر وخصوصا انكم تضغطوا على الجرس اللي كيكون حداها باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي تهناو يعني اي حاجه حطيتها غادي توصلكم بلا ما تبقاو تقلبوا عليا واش حطيت شي حاجه ولا ما حطيتش. وبالنسبه للفيديو ديالنا ديال اليوم غادي تكون مشترياتي الاخيره لهذا الفصل هذا اللي هو ديال الشتاء وديال البرد. داكشي علاش راني تشوفوني لابسه هادشي سخيخ. نشوفوا هاد الكولور البنات قولوا لي فنه ياك صح عجبتني زوينه هاد الكولور. المهم شتا وصلت عليكم المهم جات معايا ياك. المهم الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي تكون مشترياتي الاخيره لفصل الشتاء. غادي نوريكم حوايج خلصوني راهم حطاهم حدايا هنايا هانتوما. غادي نوريكم البنات شنو وصلني وغادي نقيس بيان سور. المهم غنخلي لكم كاع لي ليان ديال اي حاجه خديتها وصافي. هادشي اللي غادي يكون في هذا الفيديو. المهم لا عجبتكم شي حاجه غادي تلقاوها في لاباغ دا نفول تحتها تلقاو ليان ديالها. اول حاجه البنات خديتها ما عرفتش واش غنبدا لكم نبدا لكم بهادي. شوفوا شوفوا شيبي شيبي يا حبيبي غنبدا لكم بهادي البنات. هادي سيرفيت او لا تيك مام. المهم غنوريكم كيفاش صراحة قيستها تجي تجي واعة بزاف تجي زوينة. هانتوما شوفو هي كيفاش جاية فيها هذا بحال كابيتشو. هو تيجي شوية قصيصة من التحت لي ديدات بحال هكا صح تجي زوينة. انا غادي نقيسها وغادي تشوفوني لابساها. لي زوين بزاف البنات في هذا الموقع هو انهم كيوصلوا دغيا 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 كيوصلوا مع الدي اش ال. الحاجه توصلت في سيمانه ما تبقيش تسناي ما تبقيش تسناي بزاف. هذا السوال ديالها صراحه سخيخنه الثوب ديالها زوين. هذا السوال ديالها هاو فوالا. هنايا البنات فيها بحال الساتان من هنايا ولكن ماشي داك الساتان اللي معيق. شوفوا تما تيبان تيبان هو ما تيبغي ما معيقش. فوالا السوال ديالها وتاني حاجة خديتها البنات هي هادي. المهم هي هادي ماشي جاكيت جاكيت ولكن ماشي. شوفو التوب ديالها فهمتو هي تجي هكا شوف تجي قصيوة هي قصيوة شوف صح زويونة تاهي وسخيخنة فيها الصديفات والكميمات ديالها تيجيو بحال هكا مسدودين من هنايا. وانا غادي نقيسها باش تشوفوها مزيان. صراحة عجبتني بزاف عجبني التوب ديالها. شوفوا التوب ديالها بحال فيغوغ ولكن هو طب فهم ماشي فيغوغ هاد الشكل هذا اللي يكون حاش ولكن هو طب فهمتوني. المهم انا نقيسها باش تشوفوها. ثالث حاجه البنات خديتها حتى هي تقريبا بحال هذه اللي شفتو في قبل من هذه ولكن في شكل اخر حتى هي بحال جاكيت سياتي طبعا. فوالا شوفوا التوب ديالها هي تجي قصيوه بحال هكا الكميمات ديالها حتى هما من هنايا هكا وعفتو طيبة طيبة بزاف. غادي نقيسها باش تشوفوها مزيان باش تبان لكم مزيان لحقاش الحاجه كنبينها لكم غير هكا ما غاديش تشوفوها كاع مزيان. حاجه البنات خديتها صراحه خديت من عندهم واحد الساول واعرين بزاف بزاف. شوفوا الساول اللي كتشوفوا في انستغرام وداكشي واللي عجبني حتى هما انهم جاوني لاصقين نيشان نيشان لاطاي ديالي نيشان حيت ملفت ناخذ الاس وتجيني كبيره. انا كنقول ويلي انا مالي ما تلبس الاس هادي ما تلبس الاس. انا هنايا في المغرب تلبس الاس ما تلبسش ما عرفتش شنو اللي قبل الاس. المهم تلبس 6 ماشي 4
فهمتوا نيوتن ناخذ 36 ديما في الساور 36 وصافي لي سيت ناخذ 36 ولكن تجيني كبيره موجتي لا ولكن في هذا السيت هذا البنات خديت الاس 36 وجاتني هي هذه ما ضطريتش ناخذ 4 صراحه ماني ما خديتها 4 ديما كناخذ 6 واخا تجيني شويه كبيره في لي سيت الاخرين في المواقع الاخرين مي في هذا الموقع هذا البنات اللي جاتني تصور انه خديت الساور في لاطاي 36 وجاوني واو انا وريتكم اول سوال هاد السوال البنات لي ولاو دابا صحه زوينين عجبوني بزاف اول سوال صحه جاني نيشان شتو لا سانتور ديالو هادي جاتني نيشان ما تطريتش البنات انني نديرلو السمطه ولا نديه عند الخياط ولا نديرلو داك اللعبه كندير السوال انا واحد اللعيبه من الداخل بحال هكا الا جاوني كبار وهذا المهم واحد اللعيبه كنشتها في يوتيوب كنديرها لهم باش كيوليو كيجوني هما هادوك كانت عندي المشكله هي انها لا سانتور اللي ما تجينيش ماشي لتحت هي لا سانتور اللي ما تجينيش مي هادو الصراحه لا سانتور ديالهم جاتني نيشان شوف عرفتوا البنات هادو اللي كيجيو نص نص شفتوا فوالا في هذيك اللعيبه تما وصف هاد الجهه نفس الرجل هذا هابط هكا لتحت وهنا هابط هذا بهنايا بهذا الشكل هذا انا غنقيسو باش تشوفوه مزيان شوفوا اللون ثاني الجويبات ديالو صراحه ناضي ناضي كناضي عجبني بزاف 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 صراحه السراول هما اللي عجبوني كثر بزاف هذا في الموقع هذا عجبوني بزاف صح السوال الثاني اللي خديت من عندهم السوال الثاني حتى هو صراحه زوين وجاني في لا سانتور نيشان فوالا حتى هو هذا البنات كون كتشوفوه في انستغرام وهذا ها هي لا سانتور ديالو وهذا فيه القلوبه بحال هكا شوفوا هادو كون كتشوفوهم مثلا في بينتريست ولا في لي سيت وفي انستغرام في هاد القليبات بحال هكا واللوطا هو فيه القليبات شتو انا غادي نقيسو دابا السادس حاجه البنات سادس حاجه واقيلا هادي البنات ما خديتهاش ليا خديتها لماما وقولوا لي كيفاش جاتكم وانا غلبسها حتى انا واقيلا باش تشوفوها فيا كيفاش غتجي وصراحه ماما جاتها فنه جاتها زوينه بزاف شوف اي صراحه تيحمق عرفتوا هاد لي كابلي تلبسو تلبسو مع العيالات ولا تلبسو حتى البنات هكا مثلا فوق جلابه ولا فوق شي لبسه بحال هكا شي تسيوه في النوار ولا شي حاجه ها هو شوفوا كيفاش تيجي نوريكم ملي هادشي تقلب شوف صراحه جا ماما غزال جافن شتو كيفاش داية هذا خديتو ليها هي المهم كادو صافي انا غادي نقيسو لكم باش تشوفوه عليا واخا ماشي ستايل ديالي وهذا مي غادي نقيسو باش تشوفوه مزيان فيا كيفاش تيجي صراحه ماما قيساتو جا هو جا زوين بزاف دابا شنو بقى لي شي حاجه بقات لي اخر حاجه وصراحه هاد الحاجه هادي ما خديتهاش انا ما خديتهاش وما عرفتش علاش صيفطوها ليا صراحه ما خديتهاش وماشي ستيل ديالي وبقيت كنقول لكم غير صيفطوا ليا شي حاجه لي ستيل ديالي واللي تعجبني انا هذا فوالا هي هادي صراحه ما عجبتنيش بزاف حيت ماشي ستيل ديالي وما طلبتهاش اصلا مفصلا واللي هي هادي شوف صراحه تبقى محطوطه دابا هادي ما غاديش نلبسها شوف كيفاش تجي هادي حتى هي جاكيت شفتو حتى هي تجي قصيره بحال هكا صح ما عجبتنيش بزاف كانت غير في النوار ولا شي حاجه صافي غنلبسها ولكن هكا ما عجبتنيش
البنات حد هنا غادي تكون سالات لا فيديو ديالنا ديال اليوم وكنتمنى تكون عجبتكم وعجبتكم الحوايج اللي خديت انا واي حاجه غادي تعجبتكم هنايا وبغيتو تاخذوها تلقاوها لتحت في الرابط ديال الرابط في لا باغ دان فول تحت وما تنساوش انكم تابونا وديروا لايك كومونتير مهم وصافي بارطاجيو لا فيديو مع صحاباتكم الى كانوا زعما انتريسي بهذا النوع ديال لي فيديو وصافي باي باي حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله.